ممكن نعتبر أنه هو حلم طفولي راسخ في العقل، خلاني أنتقل من حياتي البدائية اللي كنت بيها، ما كان عندي هدف أو حلم محدد، إلى شخصية واعية، شخصية متمكنة وخبيرة بالكتابة. يعني ما شاء الله انت عمرك 19 سنه، فبالتالي انت قاعده تتكلمين انه انا كنت وصلت، فبالتالي تحتاجين الى خزين لغوي كثير، تعلم مثلا مفردات القواعد وما غيرها. شلون قدرتي انه انت تبتدي مشوارك بهذا المجال؟ بديت الموضوع اعتمادا على نفسي بقراءه الكتب، بالبحث بقاموس اللغه العربيه، اطلعت اكثر لحد ما قدرت أنه أجمع مدخر لغوي سليم. نعم، أنا أعرف فترة الابتدائية والمدرسة الطفولة شلون كانت، إلها علاقة باهتمامك بالكتابة وصولا إلى أنه أنت كتبتي رواية؟ ممكن نكون نقول إيه، لأنه هي الكتابة الكاتب ينخلق من مأساة. أنا ككاتبة بديت ما بين عمر 11 إلى 12 سنة لما كنت بالمتوسطة. كانت أكو اهتمامات بالطفولة بالكتابة أو القراءة؟ بصراحة لا، ما كانت أي اهتمامات عندي، يعني ممكن نقول أنه هي الموهبة فجأة ظهرت. حلو. أي، وبعدين أنه اكتشفت أنه هي هاي الموهبة وراثة. حلو. أي، فالدراسة والكتابة بلشت أطرح كتاباتي على زميلاتي اللي وياي. هذه كانت البداية. بالضبط. أي، بس بعدين بسبب الظروف انجبرت أترك الدراسة، لكن استمريت بالكتابة. حلو. خليت هي الهدف اللي خلاني أعيش وأتمسك بالحياة. عشتي عزلة بين القراءة والكتابة. أي، بعالم مختلف. بالضبط، صارت تمام. هي الرفيق وهي كل شيء بحياتي. حلو. حلو. طيب احنا نتكلم عن انطلاقة ميعاد بأدب رومانسي، ليش انطلقتي هذه البداية وشنو اللي حببك بهذا الموضوع؟ الحب معظم الأشخاص أنه ممكن نقول أنه هو شيء مشتهر، شعور متوارد بين المجتمع ويفضلونه دائما، فحبيت أبدي بفد شيء لطيف. طيب ميعاد، أنت بما قلتي رح نبدي بشيء لطيف، شنو اللي تميز روايتك عن بقية الروايات؟ لأن بالأخير أنت عندك المتلقي أذواق كثيرة وكتب كثيرة اللي يكتبون الروائيين كثار، شنو اللي يخلي الشخص ينجذب إلى رابط أبدي؟ أولا السرد، نوعية السرد، وتكون نوعية مميزة. السرد اللي داخل الكتاب مو أنا اللي قلته، إنما الأشخاص اللي قرأوه قالوا إنه عندك سرد مختلف عن باقي الروايات. ثاني شيء الحبكة والأحداث. نعم. تخليك إنه ما تقدرين تركين الرواية، لأنه ماكو أي حدث ممل داخلها، فهي مثل اللي حلقات متواصلة من الغموض والتشويق. حلو. حلو.